معلش ما كانش يتعب وهو صغير، هيتعب امتى؟ ربنا يديكوا الصحة يا ابني. الله يخليك يا طنط. ها عملت ايه؟ احكي لنا اوام. احكي لكم ايه ولا ايه؟ ده كان مهرجان حب وغرام. احمر وانت وهي والشيطان ثالثنا، هتزقله؟ جرى يا عم انت بتستعجب ليه؟ هي مش عملت معاك كده؟ ما هو اللي هيجنننا انا انها عملت. كمل. بعد كده ما اقدرش اقول حاجه، الرقابة هتشيلها. كل شيء جايز. عقبال ما يجوز عليا انا كمان. يا حبيبي على الحمام والمية سخنة جميلة. الله تنزل من فوق دلوقتي. حلاوة يا حلاوة على الدش نازل. تعال. الحمام اهو. تعالي. في ايه؟ الحمام. حمام ايه؟ حمام. لحقت تنسي؟ خش خش. استاذ فكري ارجوك احترم نفسك. الله. بعد الحمام هتحبيني اكتر من احمد. تعالي. الله، ايه الموضوع بالظبط؟ هي شركه مراهقين ولا ايه؟ القعده لازم تسخن. متأسفة ما بشربوش. اشرب انا، ما انا شارب المر في الشركة. مسكين بتتعب في الشغل. اهو عندك النهاردة مثلا استلمت 50,000 جنيه. مش معقول. شلتهم بايديا دول. يا حرام، علشان كده تعب. طب اشرب. ودول بقى شلتهم فين؟ في الخزنة. 50,000 جنيه شلتهم في خزنة واحدة؟ يوه، ده انا خزنتي تشيل 1,000,000 جنيه. وانت اللي مسؤول عنها؟ لوحدي. ايه؟ يا كذاب. انا كذاب؟ طب مفتاحها اهو. طب اشرب اشرب. صحتك. وصحتك. برلانتي. بربوري. برلانتي. بربوري. برافو عليكي، بكره غرقك فلوس. بس المهم لازم تروح الشركه بكره. ايه المناسب؟ عشان نتاكد المبلغ وصل ولا لا. اسمعي الكلام، عايزين العمليه مقشره. يا واد انت مقشر. ايدك. طيب. في جماعه بيسالوا عن حضرتك. قول لهم مش فاضي. دي واحده ست. ست شكلها ايه؟ ما شفتش احلى من كده.
برلنت غانم وموقفه بره. خليها تتفضل يا غبي. بقول لك اتفضل يا غبي. صباح الخير يا استاذ فيك. انا صباح. صباح النور. حاجة ساقعة مدبولي، حاجة سخنة مدبولي. لحمة هتلاقي غدا مدبولي. ما نجيب زرنيخ أحسن. اتفضلي عندي. وما تتفضلش عندنا ليه؟ طب وليه ما تتفضلش عندي؟ أنا معايا بطاقة. أهلا يا هاني. أي خدمة؟ لا يا فندم، دي من الزبونة. أمال إيه حضرتك؟ دي خطيبة الأستاذ أحمد. خليك شاهد يا فندم. كانوا زعلانين مع بعض. فضغطنا عليها، والله ضغطنا عليها لحد ما جت هنا عشان نصالحهم على بعض. عيب ده انتوا. مبروك يا استاذ احمد. الله يبارك فيك يا فندم. عقبالك. الجواز شيء عظيم. طبعا يا فندم. بس انت عارف يا فندم المكتب للعمل والحاجات الشخصيه بره. تسمح لي اوصلها؟ اتفضل يا ابني. بعد اذنك يا فندم. متشكر قوي. تعالى يا ست. على فين يا استاذ شريف؟ هتفرج. شوف شغلك احسن. استاذ فكري؟ يا فندم يا فندم. تعالى. حاضر يا فندم. برلنتي انا بتكلم جد. مش معقول يا احمد تخطبني كده على طول. ليه؟ انت مش من اثار الحب من اول نظره؟ اللي يحب بسرعه يكره بسرعه. اكرهك؟ وده معقول؟ ده انت ملاك. انا مش عايزاك تندم في يوم من الايام على الكلام اللي انت بتقوله. مستحيل اندم على اني عرفتك. وانت عرفتني صحيح. قصدك ايه؟ مش جايز تغير رأيك لو عرفت عيلتي. ملعون أبو عيلتك. قصدي كل ده ما يهمنيش. صدقيني يا برلنتي أنا مش عايز غير موافقتك. أنا بحبك. أوعدك إني هفكر. لازم يعني؟ عشان خاطري. أمرك. ياه. ايه؟ اتأخرت قوي. اوصلك؟ لا مفيش داعي، حد يشوفنا مع بعض. اصل عيلتي محافظة قوي، دقة قديمة. باي. باي باي. جدع عظيم. مفتاح ايه ده؟ مفتاح كازوزة؟ ده مفتاح خزنة الشركة يا اف. وهي الشركة في الخزنة ولا الخزنة في الشركة؟ يعني هندخل الشركة ولا هندخل الخزنة؟ قصدي اقول يعني. انت تسمع وبس. دي خريطة الشقة. مين؟ برلانتي. ليلتنا بيضة. الفلوس في الخزنة. يعني مش في الشركة. احنا هننط من السور اللي بين العمارتين. كلام سليم؟ كلام خطر. بتقول ايه يا بت؟ حتى لو الخطة دي نجحت ما فكرتش في الشبان التلاتة اللي ممكن تروح في داهية؟ نعم. تكونيش اتشعلقت في حد من العيال؟ ما حصلش. كل اللي انا عايز اقوله انه وشرف اللي ما حلفت بيه باطل. هقتلك. خلينا في شغلنا يا سحسين. نطينا من السور اللي بين العمارتين وبعدين هندخل من شباك المطبخ. الفول يرفع سكينه الكهرباء وانت تحمي ظهري وانا بفتح الخزنه. المهم بعد ما نشطب على الخزنه هنخرج ازاي؟ من الباب العمومي زي البهوات وربنا امر بالستر. ونعم بالله. على فكره يا سحسين امي بتسلم عليك وبتقول لك خد بالك مني. ليلتنا بيضة. Thank you.
شركه النجده؟ واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ الشركه فوق بتتسرق. وحشتني يا لهوتي. كنت عامل ايه من غيري وانا مش هنا؟ من ايه؟ كذاب، تلاقيك كنت داير على حل شعرك. ابدا والله العظيم. آه؟ ما حصلش. يعني ما شوفش الستات خالص غيري؟ خالص، ولا ام عبده. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ لا يعني عايز اثبت لك ان انا كنت مخلص خالص يعني. حبيبي. بتحبيني يا شرشر؟ صدقت؟ مش قوي. لسه بشك، عايزين نتأكد بقى. الو، حد يكلم الناس في وقت زي ده يا حيوان؟ كلام ايه دي يا استاذ شريف؟ مين؟ لما قصدي يا استاذ المدير، افتكرت حضرتك حيوان تاني. انا اسف يا فندم، اسف جدا. افندم، ازاي يا فندم اجي الشركه دلوقتي؟ ما انا كمان عندي موضوع مهم. موضوع لسه جاي من اليابان. بقولك تيجي يعني تيجي. حاضر يا فندم، حاضر. اعمل ايه؟ اصل مدير الشركه عايزني دلوقتي. خلاص خلاص اتفضل. غصب عني، حظ الميت قليل البخت يلاقي العظم في الشركه. نعم افندم، وعايز ايه يا استاذ اللي ساكن تحتنا؟ عايز اسكن عندكم. طيب. ليه بس كده يا فندم؟ ده انا عايز اخدم. اديني خدت الاجازه ومن هنا ورايح هطبخ لك كل يوم. قد كده بتحبيني؟ طبعا لازم اغذيك، مش كل يوم بتسهر في الشغل. اه فعلا. وبتقبض منه؟ لا بدفع. تدفع؟ تدفع ايه؟ قصدي بدفع تعب. بدفع تعب وحرق دم، ولا يعني فكرك يعني مثلا ان انا مأجر شقه ودفعت ايجارها؟ اه بحسب. وانا وش الحاجات دي؟ خلينا في المهم. ما تفتحيش، مش عايزين حد. طب وبعدين بقى؟ نعم. حضرتك الاستاذ فكري عبد الله؟ ايوه. سياده مدير الشركه عايزك حالا. دلوقتي؟ بس انا لسه بتعشى. انا بتصل بحضرتك من ساعه والتليفون مشغول. يعني اعمل ايه بس يا عالم؟ اخد معايا الحلل في الشركه؟ حاضر. ثبت من المعاينه ان الخزنه اتفتحت مفتاح طبيعي، مفيش اي اثار للعنف. والمفتاح بيكون مع مين؟ انا معايا نسخه وفكري معايا نسخه. مظبوط. وادي النسخه بتاعتي. وانت ما شفتش اللي اعتدى عليك؟ النور كان ضعيف يا بيه. يعني ما خدتش بالك من شكلهم؟ طوال قصيرين؟ لأن عند الله كانوا زي البقاء والدود.